أحد المواطنين من محافظة البصرة وجه رسالة إلى عمار الحكيم، قال فيها إن البصرة ليست ملكا لك وليست ملكا لأحد، فهي مدينة حرة وستبقى حرة. دعونا نتابع رسالة المواطن البصري. بس هاي الريتيل يعني من النصراوي جبت لنا شركة هيل انترناشونال وياه. هاي الشركة انت حسب ما قلت هاي تصور، بس هم يقولون حصتنا احنا يعني المحافظة حصتهم فصلية ماخذها العمار الحكيم. اذا البصرة فصلية العمار الحكيم فابويا احنا ساكتين، بس البصرة حرة، البصرة مو فصلية، مو فصلية العمار الحكيم وغير عمار الحكيم. البصرة هاي البصرة حرة أبي قبل الحكيم وقبل سلالة البصرة موجودة، مو يتلاعب بها عمار الحكيم وغير عمار الحكيم. واحد يقول له بغداد إليك، واحد يقول له بصرة إلي. عمي هذا العراق، هذا العراق، هذا هاي البصرة مو جايين أنتم مسجيتوا للدنيا. شنو البصرة إلي يجي علي هذا الشيخ ساعدي ما أدري شنو عميد معلّة ساعدي. البصرة إلي منين جتك؟